السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. Muscles of anterior abdominal wall. المسلز في anterior abdominal wall يا جماعة دول بيتقسموا ثلاثة muscles على اللاترال aspect واثنين muscles على الميديال aspect. يعني هم خمسة muscles، ثلاثة lateral muscles واثنين medial muscles. تعال نسميهم بقى muscles دول. الثلاثة lateral، الثلاثة lateral دول موجودين فين؟ في الابدومن. يبقى دول اسمهم ايه؟ abdominal او abdominis. ماشي. اول عضلة، العضلة دي يا جماعة الثلاث عضلات اللي على lateral aspect دول، واحدة برة superficial external، واحدة deep ليها، وواحدة internal لجوه قوي 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 قوي. قال لك ايه بقى؟ العضلة اللي بره دي تبقى اكيد اسمها external، وفي الابدومن تبقى abdominal. زي ما انت شايف الفايبرز بتاعتها ماشية obliquely، وهنعرف الدايركشن بتاعها كمان شوية. المهم الفايبرز دي ماشيه اوبليكلي، قال لك يبقى دي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. تعال نقص العضله دي، قصناها كده هي الناحيه الثانيه الاكسترنال اوبليك، لقينا انترنال ليها في عضله ثانيه. ما دام انترنال ليها تبقى اسمها انترنال ابدومينال، والفايبرز بتاعتها برضو ماشيه اوبليك في اتجاه عكسي للي فاتت، فبرضه دي تبقى اكست انترنال ابدومينال اوبليك. فاحنا عندنا واحده اكسترنال وواحده انترنال، والاثنين ابدومينال والاثنين اوبليك عشان اتجاه الفايبرز بتاعتهم. لو قصينا الثانيه بقى كمان كده، احنا قصينا العضله الاولانيه اهي، وبعدين قصيت العضله الثانيه اهي، طلعت العضله اللي جوه بقى خالص الفيري ديب، الفايبرز بتاعتها ماشيه بالعرض، الفايبرز بتاعتها ماشيه بالعرض، فسموها ترانزفيرسس ابدومينس ماسل. اللاترال ماسلز دول ثلاثه، اكسترنال ابدومينال اوبليك، ديب ليها في انترنال ابدومينال اوبليك، ديب ليهم في ترانزفيرسس ابدومينس ماسل. دول الثلاثه الماسلز اللي على اللاترال اسبكت. في واحدة بقى ماشية كده على الميديال اسبكت، اتنين على الميديال اسبكت، فيه واحدة ماشية على الميديال اسبكت ستريت. انت عارف ان اي حاجة ستريت عندنا في الاناتوم بنسموها ايه؟ ريكتس. ودي الريكتس اللي في الابدومن يبقى اسمها ريكتس ابدومينس ماسلز. فايبرز اهي ماشية ستريت فيرتيكالي تبقى ريكتس، وفي الابدومن تبقى ريكتس ابدومينس ماسل. فكان في عضلة، دي عضلة كده هو عاملة زي الهرم، مثلثة كده بيراميدا لتحت خالص، صغيرة خالص وماي بي ابسنت حتى هنا مش رسمينها. ما دام عاملة زي الهرم يبقى اسمها بيراميداليس مصل. فدول الاثنين الميديال ريكتس ابدومينس والبيراميداليس مصل، وثلاثة لاترال اكسترنال وانترنال ابدومينال بليك والترانزفيرسس ابدومينس ديبليو. العضلات دول بقى يا جماعه كلهم بيجتمعوا في ايه؟ العضلات دول كلهم بيجتمعوا ان هم بيبتدوا الاورجن بتاعهم كفليشي فايبرز، لحمه حمراء اهي، بس لما بيقربوا ناحيه الميدل لاين بيمشوا هم ميديالي بيتحولوا الى برود فيلات تندون. يعني ايه برود فلات تندون دي؟ سمعتوها قبل كده؟ اه طبعا كلكم عارفين من البيزك اناتومي ان برود فلات تندون يعني ابونيوروزس. فالتلاته ماسلز اللي على اللاترال اسبك دول بيبتدوا بفليشي فايبرز لاترالي ويمشوا ميديالي، واما بيمشوا ميديالي بقى الفايبرز بتتحول الى برود فلات تندون الى ابونيوروزس عشان يروحوا يعملوا الانسيرشن بتاعهم.
التلاتة ماسلز دول بقى ميشيو ميديا اللي هم رايحين للإنسرشن وتحولوا إلى أبونيروزس. التلاتة أبونيروزس دول يا جماعة وهم ماشيين بالعرض كده هو رايحين للإنسرشن بتاعهم قبلوا المصل دي اللي اسمها ريكتس أبدومينس. فغصب عنهم اللاترال أبونيروزس دهيا تحوط الريكتس أبدومينس وتعمل شيس حواليها اسمه ريكتس شيس. فهنا هو نهاية الأبنروز دي كلها محوطة المصل دي المفروض احنا قصينها اللي هي الريكتس أبدومينس وعملنا هنا ريكتس شيس عشان يروحوا الثلاثة مصل دول بقى انسيرتت فين؟ في كومن انسيرشن في العظمة طبعا البارزة المشهورة اللي عندك دي اللي اسمها زيفويد بروسيس. في الخط الأبيض دون خط يبقى اسمه لينيا أو لاين وأبيض يعني ألبا. فالخط الأبيض دون اسمه لينيا ألبا. وبعدين هنبقى انسرت تحت في العظم بقى في السيمفسز بيوبس. فكل المسلز اللي على اللاترال أزبي دول يجتمعوا إن هما في الأول فليشي ابتدوا فليشي. أما الفايبرز مشيت ميديالي تحولت إلى أبونيروزيسز. والأبونيروزيسز دهيا راحت محوطة الشي اللي إيه الريكتس مسل وعملت الشيس ده اللي محوط الريكتس مسل اللي اسمه الريكتس شيس. عشان يبقوا انسيرتد الأبونيروزيس الثلاثة دول في الزيفويد بروسيس لينيا ألبا يعني الخط الأبيض وفي السيمفسيس بيوبس. العضلات دهيا بقى كلهم النيرف سبلاي بتاعهم ايه؟ النيرفز اللي نازله من فوق الانتركوستال نيرفز اللور 5 انتركوستال نيرف والسبكوستال نيرف. انتوا عارفين السبكوستال ده انتركوستال يعني بس عشان ده اخر واحد فهيبقى ما بي مش موجود ما بين اتنين ريبس ده هيبقى ماشي تحت الريب الاخير. فالانتركوستال نيرف اللي تحت الريب الاخير دون ومعرفش اقول عليه انتركوستال فسموه تحت الريبس يعني سبكوستال نيرف اللي هو تي 12 نيرف. فاحنا عندنا النيرف سبلاي بتاعت المصل زي انتيرو ابدنا نقول كلهم اللور 6 انتركوستال نيرفز. بس اللور 6 انتركوستال السادس منهم ده ما بنقدرش نقول عليه انتركوستال فبنقول عليه سبكوستال نيرف. ده كل العضلات. في عندي النيرف L1 بقى اللي تحتينا. النيرف L1 اللي تحتينا بيغذي العضلتين اللي جوه بس اللي هما الانترنال ابدومينال اوبليك والترانزفيرسس ابدومينس. فالاكسترنال ابدومينال اوبليك ما بتتغذاش بال1. ال1 ده بيدي برانشز اسمها اليو هايبوجاستريك واليو انجوينال نيرفز دول بيغذي العضلات الديب بس. لكن الاكسترنال ابدومينال اوبليك الريكتس ابدومينس البراميدالس لا. ماشي كولكتيفلي كده هون بقى يا ترى المسل زي انتيرو ابدومينال وول دي الاكشن بتاعها؟ طبعا دي تعتبر اكسسوري مسل اوف ريسبيريشن. وزي ما انتم عارفين اكسسوري مسل اوف ريسبيريشن يعني بتشتغل ساعه اما تكون بتاخد ريسبيريشن بالعافيه اجينست اوبستراكشن. فالمسل زي انتيرو ابدومينال وول دي تلاقيها تتحرك وبتتحرك جامد جدا ساعه اما تكون باخد نفس against respiratory obstruction. زائد طبعا اكيد المصل دي اهم حاجة عشان تعمل protection للاحشاء الحيوية اللي جوه البسرة الليفر السبلين الانتستين الحاجات دي كلها لازم نحميها بعضلات قوية اللي هي المصل زي انتيرو ابدومينال وول. المصل زي انتيرو ابدومينال وول يا جماعة دي بالتون بتاعها ضغطة على البسرة ومحافظة ولزقة كل أورجان في مكانه. يعني المصص دي لو مريحة كده وسايبة التون بتاعها ضعيف الفيسرة دي ممكن تقع. على فكرة في عندنا مرض اسمه فيسيروتوزيس يعني الفيسرة بتقع من مكانه. فلا التون بتاع المصص زي انتيرو ابدومينال وول القوية دي محافظة على الأورجان كل واحد في مكانه. طبعا لو المصص زي انتيرو ابدومينال وول عملوا كونتراكشن كله
هيضغطوا على جوه. فالبريشر جوه الابدومن لما تضغط على جوه البريشر جوه الابدومن هيزيد ولا هيقل؟ طبعا المسلز دي مهمه جدا عشان تزود الانترا ابدومينال بريشر. وعلى فكره الانترا ابدومينال بريشر دايما بنحب نزوده ساعه اما اكون عايز اطرد حاجه من جسمي. زي ايه؟ بحزق كده هو، وانا بحزق كده هو وبيزيد المسل كونتراكشن اوف ذا انتيريور ابدومينال وول، وبيزيد الانترا ابدومينال بريشر ساعه الديفيكيشن، ساعه الميكتوريشن، او ربنا يكون بقى مع الستات ساعة الليبر. برضو بيزيد الانترا ابدومينال بريشر على فكرة اثناء الكحة. لو انت بتطرد بلغم من صدرك، بتطرد فيسز، بتطرد يورين، ده كله مهم قوي المسلز الانترا ابدومينال وول تعمل كونتراكشن عشان تزود الانترا ابدومينال بريشر. بتنفرد بقى المسلز اللي على اللاترال اسبيك دول. المسلز اللي على اللاترال اسبيك دول لو عملوا كونتراكشن تميل على جنبك، تعمل حاجة اسمها lateral flexion. المنظر ده فاللاترال flexion، التمرين ده اللي انت بتعمله في الجيم ده بالمسلز اللي على lateral aspect اللي هم الأوبليك muscles. برضو المسلز اللي على lateral aspect تعمل لك كده، تعمل لك ال lateral twist. lateral twist تنفرد الريكتس ماسل بقى اللي قدام ده، يعني اللي كانت قدام بالحركه دي. لو انت نايم دي اللي بتعمل بيها flexion of the trunk. flexion of the trunk. نيجي بقى للتفاصيل بتاعه الاورجن والانسرشن. الاورجن والانسرشن يا جماعه طبعا انا عامل لكم ليهم جدول تاريخي جميل قوي كده هون، مش هتلاقوه بقى في الفايل العادي ده، هتلاقوه في فايل كده لوحده. عامل هولكو انا ايه كده هون في صفحتين المسلز كلها اورجن وانسرشن والامبورتنت بوينتس ريليتد ليهم. فانت تبقى تطبع الورق دي كده لوحدها عشان الورق كان لازم تكون كبيرة وما تنفعش تتحط بالعرض في فايل كله بالطول. فانت تبقى ايه هتطبع في الانتيرو ابدومينال وول فايلين، فايل الصفحتين دول بتوع المسل والفايل بتاع الايه بقية الحاجات التانية. نبص نلاقي المسلز اوف ذا انتيرو ابدومينال وول. اول عضلة بقى عندنا مين؟ أول عضلة عندنا الإكسترنال أبدومينال أوبليك. بحب أنا أرسم على أشرح على الرسمة السيمبل القديمة أو دي اللي مرسومة يمكن من 30-40 سنة دي اللي أنا متعود عليها، وربنا يكرم اللي إيه اللي رسمها. طبعا يا جماعة أول عضلة عندنا الإكسترنال أبدومينال أوبليك. الاكسترنال ابدومينال اوبليك دي بتطلع زي كده، وما تكون طالعه كده بصابع او بسليبس نساير. طالعه منين؟ طالعه من الاوتر سيرفيس اوف ذا لوور 8 ريبس. الاوتر سيرفيس دي اكسترنال اوبليك، فلازم تكون طالعه من بره، من الاوتر سيرفيس اوف ذا لوور 8 ريبس. الصوابع بتاعتها دي اللي هي الديجيتيشنز بتاعتها مع الشقة مع مين؟ مع الشقة مع المصل اللي فوقيها. ده الاكسترنال ابدومينال اوبليك. اهي شايفين طلعة والديجيتيشنز بتاعتها مشبكة مع مين؟ مين دول؟ في عندي عضلتين بصوابع تانيين طالعين من الريبس. العضله دي بتهيألي الشهيره قوي بتاعه الابر لم، ام صابع دي اللي اسمها المشرشره، سيريتس انتيرور. سيريتس يعني مشرشره عشان الصابع بتاعتها دي كده مشرشره. الاكسترنال ابدومينال اوبليك دي عامله انتر ديجيتيتنج كده ومعشقه مع الديجيتيشنز بتاعه السيريتس انتيرور بس، لا والديجيتيشنز كمان بتاعت العضله اللي تحتيها
اللي اسمها لاتيسيموس دورساي. فالاكسترنال ابدومينال بليك بتطلع من الاوتر سيرفيس اوف ذا لوور اي تريبس، والديجيتيشنز بتاعتها انتر ديجيتيتنج متداخله مع الديجيتيشنز بتاعت سيريتس انتيرور واللاتيسيموس دورساي. انتر ديجيتيتنج مع السيريتس انتيرور واللاتيسيموس دورساي. شايفين الديجيتيشنز ده هي اوطى واحده دي بتاعت العضله دي اللي في الابر ليم اللي اسمها لاتيسيموس دورساي. عايز اقف وقفه هنا كده صغيره، تجميعه حلوه نتفق عليها من الاول. هو دي الريبس ماشي، الريبس بتاعتنا ليها اوتر سيرفيس ولا ليها انر سيرفيس ولا ليها لور مارجن؟ داون اللور مارجن بتاعها ده اللي اسمه الكوستال مارجن. طبعا الريبس بتاعتنا ليها اوتر سيرفيس اهو من بره، ومن جوه السوركس ليها انر سيرفيس، وفي النص ما بين الاوتر سيرفيس والانر سيرفيس ليها لور بوردر اللي هو الكوستال مارجن ده. وانت عندك في الابدومن الثلاثة لاترال ماسلز ثلاثة، واحدة اكسترنال واحدة انترنال واحدة ترانسفيرسس. فهنا خد بالك اللي بره بره واللي جوه جوه واللي في النص في النص. ازاي؟ الاكسترنال ابدومن اوبليك اللي طالعة اللي هي اوتر بره خالص لازم تكون طالعة من الاوتر سيرفيس اوف ذا ريبس اوف ذا لور ايت ريبس، بينما اللي جواها اللي هي الانترنال ابدومن اوبليك تلاقيها اتاتشد لل كوستال مارجن اللي في النص، واللي جوه جوه الترانسفيرس ابدومينس تلاقيها طالعه من الانر سيرفيس اوف ذا ريبس. فانت عندك كوستال مارجن اللي هي اوتر سيرفيس وانر سيرفيس ومارجن في النص اتاتشد ليها الثلاث عضلات بالترتيب، اللي بره بره واللي جوه جوه واللي في النص في النص. حاجه ثانيه نتفق عليها، في عندنا العظمه المشهوره دي قوي اسمها ايه العظمه دي؟ طبعا دي الهيب بون، والعظمه اللي فوق دي اسمها الايلياك بون. واسمها ايه الحته اللي فوق دي؟ دي اسمها ايلياك كريستا. الايلياك كريستي بقى ليها اوتر ليب ولا انر ليب ولا انترميديت ليب او انترميديت اريا؟ الكوستال الايلياك كريست ده هيان زي الكوستال مارجن بالظبط، ليها اوتر ليب وليها انر ليب وليها انترميديت اريا او بيتقال عليها انترميديت ليب. وانا عندي الثلاث عضلات بتوع اللاترال ازمه، اللي بره بره واللي جوه جوه واللي في النص في النص. الاكسترنال ابدومينال بليك هتلاقيها اتاتشد للاوتر ليب اوف ايلياك كريست، واللي في النص في النص اللي في النص اللي هي الانترنال ابدومينال بليك اتاتشد للانترميديت ليب او الانترميديت اريا of the iliac crest، واللي جوه جوه الترانسفيرس ابدومينس هتلاقيها اتاتشد للانر ليب of the iliac crest. دي تجميع كده قلت اقولها من الاول عشان الكلام الجاي يبقى تكرار ليها. خلينا في الاكسترنال ابدومينال بليك اللي الاوريجن بتاعها طالعه من الاوتر سيرفيس اوف ذا لور 8 ريبس وانتر ديجيتيتنج مع السيريتس انتيرور واللاتيسيموس دورساي. بعد كده هون بقى الانسيرشن بتاعها فين؟ اتفقنا زي كل العضلات اللي على اللاترال اسبكت، هي كانت في الاول فليشي، وبعد كده لما الفايبرز بتاعتها بتخش ميديا بتتحول الى ابونيوروزس. الابونيوروزس ده اكيد هيشارك في عمل الشيس الشهير اللي حوالين الريكتس ماسل اللي اسمه الريكتس شيس، عشان يبقى انسيرتد بقى بالكومن انسيرشن اللي احنا متفقين عليه بال فيزيفويد بروسيس وفي اللينيا البا وفي السيمفيس بيوبس تحت خالص. بس كده؟ لا، نبص نلاقي
lower part of the aponeurosis of the external abdominal oblique. The lower part of the aponeurosis of the external abdominal oblique. احنا كنا اتفقنا ان احنا انتهينا هنا في السيمفيس بيوبس. صح؟ دي فات بروسيس لينيا البا سيمفيس بيوبس. وبعدين تروح نطه. بتنط لها سنتي كده وتبقى اتاتشد لل تيوبريكل داون. اللي اسمه البيوبيك تيوبريكل. وبعدين تروح نطه مش ماسكه في العظم. تروح نطه ماسكه في الاسيس. في الانتيريور سوبيريور اليك سباين. وبعدين تبقى انسيرتد في الاوتر ليب اوف ذا اليك كريست. هو ممكن نقول اوتر ليب اوف اليك كريست كفايه، ولو للدقه بقى بحاجات الحركات بقى بتاعت الاناتومي في الانتيريور هاف of the outer lip of iliac crest. Anterior half of lateral lip of iliac crest. ايه حكاية النطتين اللي انا نطتهم بقى دول دلوقتي؟ هي كانت انسيرت في السيمفيس بيوبس. سابت حتة فاضية وراحت نط على البيوبك تيوبريكل، سابت لها سنتي. وبعدين راحت نطة من البيوبك تيوبريكل نطت على اسيس، ملهاش بوني اتاتش. الابنورس في النص عمل ايه؟ الابنورس في النص بقى يا جماعه هيعمل حاجه مهمه جدا 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 جدا. ايه الابنيوروزس؟ ده اللور بارت اوف ذا ابنيوروزس اوف ذا اكسترنال ابدومينال اوبليك. هجيب لكم الرسمه الحلوه قوي دي. يا جماعه هي الفايبرز بتاعت الاكسترنال ابدومينال اوبليك اهي، وبتكون نسيت اقول لكم ان الفايبرز دي وهي نازله بتكون نازله داونورد فورورد اند ميديالي. تحفظها كانك بتحط ايديك في جيب البنطلون بتاعك اهو، وانت حاطط ايديك في جيب البنطلون داونورد فورورد اند ميديالي. اللور بارت اوف ذا ابونيوروز بقى في الفيتشرز المهمه الاتيه. اولا الابنيوروس اللور بارت ده الابنيوروس اهو في اكسترنال ابدومينال اوبليك بتاع وهدان. تلاقي الابنيوروس في اكسترنال ابدومينال اوبليك ده بتاع وهدان اما بينزل للهيب بون بيروح لافف على نفسه، يلف على نفسه لجوه اهو كده، كان نازل وراح لافف لجوه. دي بيتقال عليها ان هو ان فولدنج، يعني لف لجوه. ان فولدنج ابون سيلف. والابنيوروز بقى ماسك ما بين مين؟ بقى ماسك ما بين البيوبك تيوبريكل واسيس والانتيرور سوبريور اليك سباين. وبالمنظر ده وانا اللور بارت اوف ذا ابنيوروز يبقى عمل لك ايه؟ عمل لك الاستراكشر اللي ماسك ما بين البيوبك تيوبريكل واسيس اللي هو اسمه مين بارت اوف ذا انجوينال ليجمنت، الجزء الاساسي من الانجوينال ليجمنت. وبالمناسبه كده الانجوينال ليجمنت يا جماعه كده وانتم تبصوا عليه من الجنب ده هيكون ليه كام سيرفيس؟ هيكون ليه ابر كونكيف سيرفيس، ومن تحت ليه لور كونفكس سيرفيس. فهو الابنيوروس لف على نفسه فبقى في ابر كونكيف سيرفيس اوف ذا انجوينال ليجمنت، ومن تحت في لور كونفكس سيرفيس. اتمنى ان دي تكون باينه، والورقه دي في الايه؟ في التصوير بتاع الكمبيوتر. ماشي، نبص نلاقي كده بالمنظر ده اهو. ده يا جماعه هنا البيوبك تيوبريكل وهنا الاسيس، والجزء ده اللي اسمه المين بارت اوف ذا انجوينال ليجمنت ده عباره عن اللور بارت اوف ذا ابونيوروزس اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك ان فولدنج ابون اتسلف تو فورم ذا مين بارت اوف ذا انجوينال ليجمنت. طيب
ده يفسر لك النطه الاولانيه اللي نطتها. بقى كده هو احنا ما بين البيوبك تيوبركل والسيس كده احنا عاملين انجوينال ليجمنت. ماشي، عايز النطه الاولانيه بقى اللي هي من السيمفيس بيوبس للبيوبك تيوبركل. ليه النطه دي هنا يا جماعه بقى ما بين السيمفيس بيوبس والبيوبك تيوبركل؟ الاكسترنال ابدومينال اوبليك مش موجوده، اتخرمت. اتخرمت بقى وعملت لي نوعا كده خرم في الاكسترنال ابدومينال اوبليك. الخرم ده يا جماعه في الاكسترنال ابدومينال اوبليك، الخرم ده يا جماعه اسمه اكسترنال انجوينال رينج. اكسترنال انجوينال رينج دي معدي بقى فيها مين؟ معدي فيها الكبير اللي يهمني، الكبير اللي يهمني اللي اسمه السبرماتيك كورد. السبرماتيك كورد وهو معدي من الاكسترنال رينج يروح الاكسترنال ابدومينال اوبليك ابنورس، يقول لك الكبير معدي هنا هون، انا لازم اعمل حواليه حراسه احميه. السبرماتيك كورد طبعا ده على فكره اللي فيه كل مستلزمات الخصيه، تيستيكولار ارتري والفينس ريتيرن والليمفاتيك درينج والنيرف سبلاي بتاع الخصيه، وده اهم حاجه، من غيره ما اعرفش اخلف، عشان كده احنا بنحترمه قوي. فالاكسترنال ابدومينال اوبليك تقول لك الكبير معدي هنا في الاكسترنال رينج، انا هروح ممتد هنا هو من الاكسترنال رينج وابعت من الاكسترنال ابدومينال اوبليك امروز فيشيال تيوب حوالين السبرماتيك كورد. الفيشيال تيوب دي يعني اسمها اكسترنال اسبرماتيك فاشيا، اسبرماتيك كورد الفاشيا بتاعته اكيد هتبقى اسمها اكسترنال اسبرماتيك فاشيا، وطبعا هي اسمها اكسترنال لانها جايه منين؟ من الاكسترنال ابدومينال اوبليك. وعشان ما تحفظش كتير خد بالك ان الدنيا كلها اكسترنال، ما هي اكسترنال اوبليك فيها خرم لازم يكون اكسترنال انجوينال رينج، وهيطلع من هنا هو فيشيال تيوب لازم يكون اسمها اكسترنال اسبرماتيك فاشي. ماشي، نبص نلاقي ايه ال اكسترنال ابدومينال اوبليك يا جماعه. اتفقنا الفايبرز بتاعتها ماشيه زي ما انت شايف اهو داونورد فورورد اند ميديالي، اهو ماشيه داونورد فورورد اند ميديالي. وشايفين هنا بقى يا جماعه ده الخرم ده. هنا انا ماسك في السيمفيس بيوبس، وهنا انا ماسك في البيوبك تيوبريكل، والخرم اهو اللي اسمه اكسترنال انجوان رينج ومعدي فيه الحبل ده اللي اسمه سبرماتيك كورد. ماشي، باين اهي في الناحيه الثانيه حلوه قوي. الاكسترنال ابدوبليك ابنوروز ماسك اهو في السيمفيس بيوبس، وبعدين نط راح ماسك في البيوبك تيوبريكل. ليه نطينا النطه دي؟ عشان الحته اللي في النص دي مخرومه ومعدي فيها الاسبرماتيك كورد، وعلى فكره دي متشرحه عشان يبين لك الاسبرماتيك كورد ويبين لك الاكسترنال رينج، لان هي لو مش متشرحه كنت هتبص تلاقي الاكسترنال ابدومينال اوبليك ابنورمالز ده نازل ومكمل على تحت حوالين الاسبرماتيك كورد از اكسترنال اسبرماتيك فاشي. الاكسترنال ابدومينال اوبليك يا جماعه تحت خط، لو انت عملت خط ما بين السيس اللي هو الانتيريور سبيلك سباين والامبلايكس بتبص تلاقي العضله كلها ابونيوروز. فاعمل لي خط كده ما بين الامبلايكس والسيس، كل ده اهو تحتيها ابونيوروز. الاكسترنال ابدومينال اوبليك البوستير بوردر بتاعتها بتعمل مثلث يا جماعه. دي الاكسترنال ابدومينال اوبليك اهي
ده واحد بقى انا مصوره من ظهره، فهيلاتيس مصدورساي بتاعتي ومع الشقة اهو كده هو الاورجن بتاعها مع الاكسترنال ابدومينال اوبليك، والاكسترنال ابدومينال اوبليك طالع اهي كده لقدام، وهنا بقى ما بين البوستيرور بوردر اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك والانتيرور بوردر اوف لاتيسيموس دورساي، والعظمه دي اللي اسمها الايليك كريست في المثلث الصغنطوط ده اللي انا حاطط فيه دلوقتي اهو المثلث ده اهو ايليك كريست لاتيسيموس اكسترنال ابدومينال اوبليك. المثلث ده اسمه لامبر ترينجل. اهلا وسهلا، استفدنا ايه ان شاء الله؟ لان ده ممكن يحصل يا جماعه فيه المثلث ده هيرنيا، بيتقال عليها نوع من انواع اللامبر هيرنيا. ويبقى دي يا جماعه الاكسترنال ابدومينال اوبليك والامبورتنت فيتشرز اللي احنا لازم نكون عارفينها، ان الفايبرز نازله داونورد فورد اند ميديالي، الابونيروس بتاعها بيلف على نفسه عشان يعمل لك الانجواينال ليجمنت، والابنروز في خرم اسمه اكسترنال انجوينال رينج معدي فيه سبرماتيك كورد، والسبرماتيك كورد وهو معدي من اهميته راحت الاكسترنال ابدومينال اوبليك مطلع فيشيال تيوب حواليه اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا، والعضله دي كلها ابنروز تحت خط بيلو الامبلايكس والسيمس بيوبس، والبوستير بوردر بتاعها بيعمل لي المثلث ده اللي اسمه لامبر تراينجل اللي ممكن يحصل فيه هرنيا. ونكمل ان شاء الله في الفيديوهات القادمة بقية العضلات بتاعت الانتيرور ابدومينال وول.